الثقافة الدكتور عباس شمال وكيل الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أشكر السادة القائمين على تنظيم مسابقة ما زال النيل يجري، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والموارد المائية والبيئة. الحقيقة إن هيرودوت قال إن مصر هي هبة النيل، ومصر هي فعلا هبة النيل. وكما هو معروف إن القرن 21 هو القرن الذي يشهد تحديا كبيرا في مجال المياه، ويتوقع الكثيرون أن الحروب في القرن 21 ستكون حروب المياه. وفي إطار الاهتمام بالبيئة والاهتمام بالتوعية الثقافية، وفي إطار ما ينشر إليه وزير الثقافة سيد حلمي نملا من أن يكون هناك عدالة ثقافية، بمعنى أن يتم تقديم الخدمة والتوعية الثقافية لكافة الأعمار وكافة فئات الشعب. فضيلة العالم الجليل وكيل الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور عباس شوبان، الحضور الكرام، أسعد الله مصالحكم بكل خير. الواقع قبل أن أبدأ كلمتي لابد أن أتوجه بالتحية إلى كل الزميلات والزملاء في وزارة الري على الأفلام التي قدمتها، أفلام التوعية في استعمال المياه. هذا الجهد يستحق التحية. والحقيقة نحن بنلتقي في لحظة مهمة. نحن الآن في شهر أغسطس، شهر أغسطس تاريخيا كان هو شهر الاحتفالات بالنيل لدى الشعب المصري. عيد وفاء النيل كان من الأعياد القومية ومن الأعياد الكبرى لدى المصريين طوال التاريخ. ومن يراجع الجلبتي ومن يراجع الشيخ حسن العطار سوف يجد وصف تفصيلي لكيفية احتفالات المصريين بوفاء النيل. سيدي في البداية أن أمثل لكم جميعا تحياتي فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر المعنيني شخصيا بالدرجة الكبيرة بالنيل حمايته والمتألم بغيره من المصريين الذين يحبون بلدهم ونيلهم بما يلقاه هذا النيل العظيم من إهمال وتعدي من أبنائه المنتخرين به. واسمحوا لي أن أؤكد على ما ذكره الأستاذ حلمي منن مع وزير الثقافة من تقديم الشكر الجزيل لوزارة الموارد المائية والري أو حيوانا نافقا ثم يفتح حنفية المياه في بيته ليشرب المياه. لا يمكن أن يفعل هذا عاقل. مبتدأ.com